وأنا أقول لك يجب أن تتخذ مع أهالي سخنين قرارات جماعية تؤدي بسخنين إلى أين وإلى حيث يجب أن تصل. والجرأة اليوم مطلوبة منك ومني ومن كل عضو بلدية في سخنين أن يكون جريء وأن يقول كلمة الحق حتى يعرف كل حجمه. ولا تخجل باتخاذ القرار، وقلت لك في جلسة سابقة وفي صبيحة الانتخابات حان اتخاذ القرارات والحسم، ودون ذلك لا رئاسة ولا عضوية ولا نيابة، لأنك تتعامل مع زملاء لك يكيدون لك ويكيدون لهم وكادوا لنا، وأرجو أن أكون على خطأ. يعني لو الإلزام هذا رأيي أنا الشخصي. وأنا رأيي الشخصي. سخنين أعطى ثقة في المرة السابقة وعلى مدار عقود ومنحت الثقة، والثقة هي تجديد عهد لإدارة سابقة وتجديد عهد لإدارة لاحقة، وتجديد العهد يقول امضوا على بركة الله. أتمنى لكم إخوتي أعضاء بلدية سخنين الحالية كل التوفيق وكل النجاح. اختاروا شو اختاروا أو قرروا شو قرروا، احنا طبيعي بس نحكي باسمين، ولكن اللي انا بدي اوضحه انه احنا دعينا الكل. مبروك لنا كلياتنا، مبروك لسخنين. موجود معانا على يسار العم ابو نزية، على يمين العم الاختيار انت وليد، انا ليش انت بطلتاني شرسلي انت صار ليش رسمي بطلتاني. موجود على يمين الاختيار ابو احمد، معي تصريح وطفة شوي حاج بيختار واحد. موجود معنا اخوان اعضاء البلدية القدامى اللي احنا داعناهم علشان باسمكم جميعا باسم كل اهل سخنين كل شكرا على عطاك وعلى صار 5 سنين. انا بدي اقول بشكل شخصي يعني كان قمة السعادة انه اشتغل مع الزملاء، يعني كنا ما تميزوش انه احنا اخوة، احنا اولاد عم، احنا اولاد بلد، عيلة واحدة، لانه اللي كان بيجمعنا هو المصلحة العامة، بيجمعنا هو سخنين. وانا قلت في الماضي في اكثر من مناسبة سخنين اغلى من اي شخص واغلى من اي مجموعة. فانا باسم كل اهل سخنين بدي اتوجه شكري لكل اعضاء المجلس البلدي القدامى اللي اليوم بيسلموا هاي الامانة لاعضاء المجلس البلدي الجدد. واحنا اخترنا انه العم ابو نزية والعم ابو احمد يكونوا هون لانه يعطيني العافية كبيرين القدر والعمر اللي اعطوا كثير لسخنين. ابو احمد في مجال التربية والتعليم وبعدين قائم في الاعمال. ابو نزير انا بقدر اقول انه سخنين الحمد لله يعني دائما لما نمشي ونقول احنا اولاد سخنين بنقول بفضل اهل هاي البلد اللي ممكن لاهل الاحترام بفضل ابائنا واجدادنا اللي عطونا هاي الأمانة، الفضل يوم الأرض 76 وهبة القدس والأقصى، الفضل لكليات أبو نزية مشكور ولمن قالوا جبل الثقافي بالفعل هذا إيمان ومش شعار واتحاد أبناء سخنين. فالحمد لله رب العالمين اليوم كل هاي الأشياء اللي ذكرتها. سخنين مش حيالله بلد في الوسط العربي، سخنين هي البلد للمعارضة البناءة اللي دائما آمن في المصلحة العامة. فبدي أطلب من المعارضة أن يكونوا معارضة بناءة، لأنه في معارضة بناءة وفي معارضة هدامة. فإحنا مصلحة سخنين ومصلحة أهلنا تطلب مننا أنه كل هيك نكون جسم واحد، ودائما المعارضة تكون معارضة بناءة. مضوا 5 سنين الحمد لله، بقدر أقف قدامك وأقول لكم أنه هاي الإدارة الحمد لله فاتت بإيدين بيضة وبإيدين نظيفة،
اللي طلع بايدين بيضة ونظيفه، واللي ظل الحمد لله رب العالمين ظل بايدين بيضة ونظيفه. فالحمد لله رب العالمين، هيك ربونا، هيك كنا، وهيك بدنا ننهي عملنا. بدي بالاخر اتشكر كل اهلنا، كل اخوتنا، بدي اقول لكم يعطيكم العافيه على سهرتكم، على تعبكم، لانه انتوا اللي سهرتوا، انتوا اللي تعبتوا، انتوا اللي عرقتوا، وانتوا اللي جلدتوا، وانتوا اللي كثير دفع من 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 وقته ومن ماله لانجاح هذا الخط. فبدي اقول لكم عن جد شكر خاص لكل واحد، لكل طفل، لكل شاب، لكل امراه، لكل مسن من هاي البلد اللي في نهايه المطاف جاب لنجاح هذا الخط وحافظ على سلامه اهل بلدنا. وهذا كان المهم. للمرشحين اللي في المرتبه الثانيه او الثالثه، فبتامل انه ان شاء الله يكونوا شركاء، هن شركاء في المجلس البلدي القادم، واللي ما حالكم الحظ في هاي الجوله يحالكم في الجوله القادمه. يعطيك والاخ وزميلي وصديق ابو احمد قال في العمل البلدي اشتركت في السنوات. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. يجب أن يكون هذا شعارنا، هذه الآية يجب أن تكون شعارنا، يجب أن يكون هذا مبدأنا، وأن تكون هذه هي القاعدة الأساسية التي نرتكز عليها. أنا في العمل البلدي أبو أحمد 5 سنين، أنا في اليوم هذا 50 سنة في المجلس المحلي، في اليوم استلام الشيخ عوض أطال الله بعمره، لأنه كان هو وباقي المشايخ والمخاتير في سخنين نعم الوفاء ونعم الإخلاص ونعم التعاون. 50 سنة اليوم، 50 سنة. ما أنا بعهدكم عهد، مش بدي أقول لأنه بدي إشي أو كذا أو هون أو جاي، أنا بأقسم قسما عظما ما أخذت شكل من مجلس سخنين المحلي ولا من بلدية سخنين لحد هاي الدقيقة. والله ما يحتوها جاي تدافع، جاي هون تدافع، شيل غطوس مشون، شيل غطوس مشون. وبنفس الوقت أنا كنت أقول لن وإنت بنقصته أي إشي من ناحية مادية، كان في المي كان يجي ومشيل وقل له نزيه قطعة المي، خذ هاي 100,000، خذ هاي المبلغ، خذ هاي هون، خذ هنا. والحمد لله ندفع بقلب تقي نقي صادق أمين، ما إلا هدف، ما إلي هدف. كانت النتيجة إنه سخنين خمس، صار للمجلس 60 سنة، 50 سنة، كان من أول مخاتير وبعدين انتقل لمجالس. ما نحلش في سخنين مجلس محلي، ما نحلش فيها مجلس محلي، ما نحلش بلدية سخنين، ما تعينش فيها لجنة ولا راح يتعين فيها في المستقبل لجنة، لأنه سخنين هي أصبحت اليوم في عهد أخوي أبو محمد عاصمة للجليل، شاء من شاء وأبى من أبى. اللي مش عارفه هذيك بحر تعك يشرب منها تيفقى. إحنا العاصمة، إحنا الجليل، إحنا اللي بنحقق الانتصارات، إحنا اللي بنحقق المعجزات، إحنا اللي بنحقق جميع الصعوبات، بندللها وبنصل لمرحلة مصلحة سخنين فردا 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 بدون استثناء. كانت هناك عدة تقاويل انه سخنين مره من المرات قبل فتره، انه سخنين صح كان هناك ديون كثيره وبدل يفرطوا البلديه وبدل يعينوا لجنه. كان لي علاقه، الكل بيعرف، مع من كان مصادر ديم قلعي اللي ابنه بيشتغل عندي 22 سنه. وكان قلت له اذا انت لازم تعرف شيء واحد، ممكن تحل بلديه الناصري، ممكن تحل بلديه تل ابيب وبلديه القدس، اما سخنين ستبقى جبلا شامخا وهرما عاليا ومجدا للتاريخ، مش راح تقبل تقدر تقرب على سخنين.
كلك زلمة حد سخنين بناء عليه. سخنين اليوم انتو بتعرفوا ولا مرة كان مشكلة فيها من حيث المجالس في البلدية.